you ولدت عائشة ابراهيم في 18 اكتوبر عام 1944 في قبله بمدينه الكويت ثم انتقلت منها الى شرق حيث بدات هناك تتلقى خطواتها التعليميه الاولى على يد احدى المطوعات تدعى وضحه استمرت عائشه ابراهيم في سلكها الدراسي التقليدي حيث التحقت بعده مدارس ثانويه الا انها لم تكمل مسيرتها التعليميه ولم تسجل لنا هذه الفترة أي نشاطات فنية ملحوظة حتى انتسبت إلى معهد تدريب الفتيات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت عام 1959 ، ودرست فيه لمدة ثلاث سنوات حرصت خلالها على متابعة العروض المسرحية والأعمال الفنية التي كانت قد بدأت في الظهور على استحياء في ذلك التوقيت مع مشاركات بسيطة في تجارب فنية داخل المعهد وربما يكون زواجها في السنة النهائية من الدراسة وانتقالها إلى بيت زوجها في منطقة الصالحية وتحملها أعباء الحياة الزوجية سببا مباشرا في تأخر ظهورها الفني. كانت البداية الرسمية الأولى للفنانة عايشة إبراهيم صادمة مملوءة بخيبة الرجاء الغير متوقعة وذلك أنها حاولت التواصل مع الأستاذ محمد النشمي الذي كان مسؤولا آنذاك عن مؤسسة المسرح والفنون. التابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل لإتاحه الفرصه لها للعمل في احدى الفرق المسرحيه الا ان طلبها رفض من قبل النشمي مما سبب لها حاله من الصدمه اذ كانت تطمح ان تبدا مسيرتها الفنيه من داخل المؤسسه لم تيأس الفنانه عايشه ابراهيم ونجحت اخيرا في الحصول على دور متميز في مسرحيه حظها يكسر الصخر في عام 1963 ومنا كانت بدايتها الفنية والاعلامية حيث كان هذا العمل الاول هو بوابتها لدخول المجال الاعلامي فقدمت برنامجها الاشهر ديوانية التلفزيون والذي كان يكتب حلقاته محمد النشمي نفسه الذي رفض عملها بالمسرح من قبل وشاركه كتابة الحلقات حسين الصالح الحداد بينما كان الاخراج لخالد الصديق ورغم العائد المادي القليل الذي تلقته الفنانه عايشه ابراهيم نظير عملها بالبرنامج التلفزيوني اذ بلغ اول اجر لها في التلفزيون سته دنانير مقابل 40 دينارا عن عملها في المسرح الا ان العمل داخل التلفزيون استغرق الكثير من وقتها وابعدها مؤقتا عن العمل المسرحي. دلال البقا براسك يا فهد دلال ماتت دلال ماتت؟ <applause> يا فهد والله هذا حال الدنيا افا لكن ما باليد حيلة الله يرحمك يا دلال الله يرحمك عاد مسكين والله العظيم مش كثر تحبك يا فهد تصور اخر كلمة قالتها قبل لا تموت اسمك شو الفايدة يا منيرة شو الفايدة؟ أنا كنت أتمناها من وقت كنت أتمناها من وقت كنت أتمنى إنه يجي اليوم واللي أقول لها أنا أحبك من قلب كنت أتمنى إني أقسم عمري بيني وبينها كنت أتمنى إني أشاركها مرضها كنت أتمنى اليوم كنت أتمنى إني أعيش معاها المدة اللي بتعيشها كانت تكفيني هالمدة باجي عمري كله الله يرحمك الله يرحمك يا مسكين هل كنت يا مها. واكثر صدقيني واكثر والله وأكثر لكن للاسف هي ما كانت تدري قبل ما تموت لا اي والله اي والله يا زينها <applause> <applause> <اله> ويا زين ضحكتها يا زين الايام اللي قضيتها معاها يا زينها يا زينة لا علي يا أحس أن ينعي يدني في نهايات عام 1964 كان الحنين إلى خشبة المسرح يلح بقوة على الفنانة عائشة إبراهيم فبدأت تتلمس طريقها من جديد وتبحث عن مغامرة مسرحية تعود بها مرة أخرى وقد التقت رغبتها مع رغبة المخرج حسين الصالح الدوسري في البحث عن ممثلات لمسرحيته عشت وشفت وقدمتها فرقة المسرح العربي من تأليف سعد الفرج مع مريم عبد الرزاق وغانم الصالح وعلي البريتشي لم يقتصر دور الفنانة عايشة ابراهيم على الأداء المسرحي وإنما سعت إلى تكوين الفرق المسرحية الخاصة حتى تستطيع أن تقدم المزيد من النصوص والأعمال بشكل مستمر ففي نهايات شهر نوفمبر من عام 1964 انضمت إلى فرقة المسرح العربي، وكونت ثنائيا فنيا مع الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، بينما بنهاية عام 1974 أسست فرقة مسرحية جديدة باسم فرقة المسرح الحر مع مجموعة من الفنانين مثل محمد جابر وعبد العزيز النمش وعبد الله خريبط وعبد الله المسلم وعبد العزيز الفهد. حيث قدمت معهم مجموعة من الأعمال في التلفزيون والمسرح والإذاعة. شاركت الفنانة عائشة إبراهيم في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لا يزال الجمهور العربي يتذكرها بها وبروعة أدائها منها مذكرات بوعليوي الحدباء عائلة بومريان شرباكة شمعة تحترق فهد العسكر الرحلة والرحيل ثلاثية أشياء ضرورية بدر الزمان احلى الايام مبارك الاسوار الجرح الجديد الى من يهمه الامر للحياه بقيه واخر عمل لها كان في العام 1992 بعنوان الماضي وخريف العمر بطوله الفنان سعد الفرج والفنانه المصريه بوسي ابراهيم الحربي عبد الامام عبد الله باسمه حماده وزهره الخرجي كما شاركت الفنانه الراحله في مسلسل عتاويه الفريج عام 1980 واشتهرت بشخصية السكرتيرة تراشي كما اشتهرت في مسلسل علاء الدين الذي عرض في عام 1980 وجسدت فيه شخصية أم علاء الدين وهي شخصية جميلة نالت إعجاب المشاهدين وفي عام 1989 كان للراحلة عمل مميز وهو مسلسل الطماعون الذي عرض على تلفزيون الكويت ولعبت دور أم صقر زوجة الراحل الفنان علي المفيدي والعمل من بطولة الفنان خالد العبيد الراحل علي المفيدي جاسم النبهان إبراهيم الحربي منى عيسى فقرة الخامسة حصلت الفنانة الراحلة عائشة إبراهيم على عدد كبير من الجوائز والتكريمات التي جاءت خلال مسيرة حافلة بالأعمال المسرحية والدرامية ففي عام 1997 حصلت على درع نجم المسرح العربي الأول وعام 1980 على الجائزة الفضية من في أباء عن دورها في مسرحية شالي السعادة وفي عام 1989 أخذت جائزة أفضل ممثلة في المهرجان المسرحي المحلي الأول في بداية عام 1990 عانت عايشة إبراهيم من آلام مبرحة بمنطقة الصدر اضطرت على اثرها الى الانتقال الى المستشفى وفي يوليو من نفس العام اضطرت لاجراء جراحه الاستئصال بعض الاورام الا ان قوات الغزو العراقي للكويت حينها قامت باخلاء المستشفى فاضطرت الى المغادره دون استكمال علاجها مما اثر على حالتها الصحيه لاحقا وفي شهر سبتمبر من عام 1992 غادرت الفنانه عايشه ابراهيم عالمنا عن عمر يناهز الثامنه والاربعين مخلفه ورائها ثروه قيمه من الاعمال الفنيه والاعلاميه